السلام عليكم، مرحبا بكم البنات في فيديو جديد عندي. عندي ما نقول لك ادور نزولا عند رغبه بعض الاخوات اللي بغاو موديلات مازال مختلفين في الزيوف ديال حياتي. الوغ من هذا المنبر كنشجعكم وكنقول لكم تبارك الله عليكم. الاخوات اللي بداو المشروع ديالهم ديجا وصيفطوا لي لي زيشونسيون تبارك الله عليكم، كملوا. اللي بداو كيبيعوهم ما شاء الله عليكم. اي واحد الفكره اللي بغيت نقول لكم، وحيت واحد الاخت كانت عيطات لي قالت لي ما عنديش كيفاش تنبيع وتنسوق للناس. الوغ ماشي مطلوب منك شي مجهود كبير. دابا كاينين الاسواق النموذجيه، هذوك لي بيتي كيوسك، دوك العيالات اللي كيبيعوا السليبات، يبيعوا الفولارات، كيبيعوا لي ديباردور، كتصوبي واحد خمسة ولا ستة ديال الفولارات كتديهم ليها، يكونوا منوعين باثمنه مختلفه، بكاليتي مختلفه، بالوان مختلفه، كتديهم ليها. هي اصلا باركه وكتبيع السلعه ديالها. يقدروا يكونوا الناس كيجيو يسولوها على هذاك الفولارات وتقول لهم ما عنديش. الوغ الا ديتيهم ليها انت، الوغ غادي منها غادي يبداو يجيو الناس كيسولوا على شي حاجه، ما غاداش تقول لهم لا ما عنديش. ومنها حتى انت كترفقي وكتلقاي لمن كتبيعي وكتخليها واحد لا مارج ديال الرباح في حدود 2 دراهم للبياسه، راه الله يجعل البركه. حيت هي ما مطلوب منها حتى شي حاجه، غتدي لها البياسه غتحطيها غدا تبيعها غدا تاخذ 2 دراهم ديالها. الوغ بزاف ديال الاخوات كيخدموا على هذا الشكل، ونورمالمون هذه هي الخدمه اللي خصها تكون. ما تبارك الله اللي عندك العائله، عندك الجيران، عندك الصحاب، عندك الحبايب، كتبيعي وكتشريعي معاهم. لان فولار حياتي هو من الثقافه اللي عندنا. نورمالمون ما كايناش المراه اللي ما كتلقايش عندها واحد التستيفه ديال الفولارات تاع حياتي. الوغ هذا من جهه. من جهه واحده اخرى بالنسبه للاخوات اللي بغاو تنوع، الوغ انا ما كرهتش الصراحه نتقاسم معكم كاع الموديلات اللي كنخدم، ولكن المهم غادي نحاول نعطيكم بزاف ديال لي زيشونتيون. الوغ بالنسبه ليا هنايا شويشات هنا صوبتهم، ثاني فولار هنا في الابيض بغيت نخدمو بالبلوروا، شويشات صوبتهم ودرت لهم عيه هاد العقيقه هذه كبيره ديال 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 الجوهر في الابيض من نفس الطريقه اللي خدمت بها في الفيديو اللي سابق. الوغ الفولار كيفاش غادي يكون؟ الوغ خصك يكون عندك كيف ما قلنا الكروشي ليبرا، وهاد العقيق هذا، هاد الجوهر الابيض المويان، هذا ماشي الرقيق، هذا المويان. الوغ كنشد هاد العقيق هذا كننظمو في الحرير على هاد الشكل، كننظمو في الحرير على هاد الشكل، في بلوتو في الصوف على هاد الشكل، كندير ليبرا وكنشدو كندخلو، كندخل واحد لاكونتيتي اللي غادا تقدر تكفيني وصافي، وكنستفها هكا. وغنخدم ليكم هاد الطريس هذا، هذا تا هو تيجي الصراحه تيجي زوين بزاف 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 بزاف، وتيبان عطي العين. الوغ اذا انا غادي نوريكم كيفاش كنخدموه. بسم الله على بركه الله، انا ديجا هذا بديتو باش تشوفوا الموديل كيفاش داير. الوغ كنجيب حدايا واحد شويه ديال العقيق بحال ما هكا. الوغ هنا شحال درت؟ 4 ديال الغرزات خصني نديرهم ديال الحشو، فهم اش كندير؟ ما اش كندير؟ كنجي كندور الخيط 2 المرات على الكروشي، كنخلي واحد المسافه على هذا الشكل، كنجي غادي يعطيني واحد العمود مائل على هذا الشكل. الوغ كندير عمود ب لفتين، مفهوم؟ كنطلع 2 ديال السلاسل، الوغ كنخدم العمود الاول على، كنخدم العمود الاول فوق من هاد العمود اللي درت بلفتين. الوغ كنخرج 2 خيوط الاولين، كنجيب عقيقه على هاد الشكل وكنسد عليها على هاد الشكل. الوغ نعاود معاكم. الوغ كنخشي حرير الخيط على اساس انني غادي نخدم عمود، كنخرج 2 الخيوط الاولين، كنجيب عقيقه كنخرج 2 خيوط التاليين. الوغ كنخدم ثاني العمود، كنخرج 2 خيوط الاولين، كنجيب عقيقه وكنخرج 2 خيوط التاليين. الوغ كندير فوق من هاد العمود بلفتين، كندير فوق منه 5 ديال الاعمده. الوغ على هاد الشكل هنا اللي كنخدم دابا هنا بشويه باش تشوفوا معايا مزيان. اما هو راه كيتخدم
عادي كأنك كتخدمي أعمدة عاديين. ألوغ كنجي كنخلي واحد الفراغ قيمت اللي طيح ليا هاد العمود، كنجي لهنا وكنثبت على هاد الشكل. ألوغ الزواقة كتجيني على الظهر، الزواقة كتجيني على الظهر على هاد الشكل. ألوغ غنعاود معكم واحدة أخرى، وكندير هنا أربعة ديال الحشو باش ميجينيش تاني الفولار مشارجي بزاف. ألوغ الأول، ألوغ التاني بلوطو، التالت، هالرابع. اللي بغات تخدم البنات بدقيق كبر من هذا تخدم بها. ألوغ أنا أش كندير، كنجيب خمسة بخمسة باش ما نبقاش نحسب في الاعمده، كنبقى راسي ساليت هاد الخمسه كنعرف راسي رانا ساليت. الو كندير كيف ما قلت لكم عمود بلفتين على هاد الشكل، خصو يكون مائل. الو الاولى الثانيه، كنطلع بجوج سلاسل، واحد جوج، كنجي كنخدم العمود الاول، من العمود الاول كنخرج جوج خيوط الاولين، كنجيب ليبرا، كنجيب بلوطو العقيقه، كنخرج التاليين. الوغ كنخدم العمود الثاني، كنخرج الاولى، كنجيب العقيقه، كنخرج الثانيه. الوغ العمود الثالث كذلك ومثال نفس الطريقه. الوغ الاولى الثانيه، العمود الرابع الثانية، والعمود الخامس والأخير. الوغ هكا فاش كنكون كنحط لقيقات لي غنخدم، مكنبقاش نخدم الأعمدة ونحسب. الوغ غادي نجي كنثبتها على هاد الشكل، وكنخدم تاني أربعة ديال الحشو، جوج، ثلاثة، أربعة. فهم الوغ كتجي على هاد الشكل. الوغ كنوغو شويه، نقدرو مثلا الى عندي الفولار مثلا في الصفر نخدم الحرير مثلا في الخضر والعقيق في الصفر. الوغ كنحاول نقدر ندير العقيق هنا باللون اللي بغيت. انا خدمت لكم بهاد الشيء اللي موجود عندي في الدار، اما نورمالمون كيجي بالاصفر بالبرونز كيجي احسن من الابيض، ولكن فقط باش نتقاسم معكم الفكره وباش نوري للاخوات اللي بغاو اشكال مختلفه. الوغ انا غادي نحاول كل مره ننزل لكم فيديو، كل مره ننزل لكم شكل باش تخدموا على راسكم. وش غنقول لكم، فرجه ممتعه ان شاء الله تعالى. الوقت اللي غادي نوصل للقنت باش غادي نبغي نثبت الشويشات غادي نعاود نرجع معكم. الوغ البنات كيف ما قلت لكم على هاد الفولار، انا دابا خدمت واحد الجهه، ها هي كيف ما كتبان لكم الوقت اللي وصلت للشوشه. انا غادي نوريكم كيفاش كندير المونتاج تاع الشوشه، هي وريتها لكم في الفيديو اللي سابق، ولكن بالنسبه للاخوات اللي يلا غادي يشوفوا الفيديو ما تحتش لهم الفرصه انهم يشوفوا الفيديو اللي سابق، انا غادي نوريهم هنا كيفاش. انا كنديروا اربعه تاع حشو، واحد، جوج، ثلاثه، اربعه، كندير سلسله، كندير جوج لفات، وكندير هنا عمود مائل بلفتين، كنطلع بجوج تاع السلاسل، كنحسب خمسة ديال العقيقات، كنجيبهم كنحاول نشدهم على هاد الشكل. الوغ نخدم العمود، نخرج السلسلة الأولين، التاني كنجيب العقيقة كنسد عليها. الوغ العمود التاني، نخرج جوج الأولين، كنجيب العقيقة كنسد عليها، التالتي العمود الثالث، نخرج جوج الاولين، نجيب العقيقه نسد عليها. العمود الرابع، علاش كندير انا خمسه العقيقات؟ انا عندي خمسه ديال الاعمده باش ما نبقاش نحسب ونتلف في الحساب، وكنبقى نجر عندي خمسه العقيقات بخمسه العقيقات باش كنخدم مرتاحه، ونحاول العقيق نشدو بهذا الشكل فوق من صبعي باش نتحكم فيه. الو غنشيل هنا، غادا ندير واحد الحشو، انا طاحت ليا هذه مباشره فوق من
القنت الوغ غندير غنخدم فوق منه واحد ثلاثة ديال الحشو باش يطرق ليا هذا الثوب الابيض كله اللي في الجنب تقريبا وحده نشوف نفس الغرفه ندير ثلاثة ديال الحشو كما قلت لكم كنجيب الشوشه ديالي على هذا الشكل كنكون موجداها الطريقه ديال الشوشه حتى هي وريتها لكم في الفيديو السابق هذا الفيديو انا درتو لان شي اخوات بغاو يعرفوا بزاف ديال التقنيات باش ينوعوا في الخدمه ديالهم لذلك درت هذا الفيديو لان هذه الخدمه هي كنديرها وكان يعني كتعجبني بزاف صراحه الوغ كنجي كنشد هذا مع الشوشه الوغ غنجي هنا الوغ كما قلت لكم البنات حبس لي الفيديو ما عرفتش مناش الوغ لكم كنرجعوا كنفيكسيوها على هاد نثبتوها على هاد الشكل مفهوم الو كنجيو لهنا خدمو الحشو صافي كنحيدو هاد الخيط علاش باش ما يعطينيش واحد البلط كتير هنا الو غادي نجي نخدمها كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق هاد البلاصه ديال القنت خاصها تكون زوينه لان هي اللي كتجي على الشوفه ديال العين لذلك كنعاود نخدم عليها بحال ما هكا باش كتجي شويه غليظه وكتشد معاها الشوشه مزيان راه كنعاود ندور نعاود نخدم كل حشو حشو هاد الخويط هدا ديجا رانا خدمت عليه الطرف ديال الخيط ديال الشوشة صافي كنعاود نوجد العقيق ديالي نوجد واحد الخمسة نقربهم قلت لكم كنحسب خمسة بخمسة باش منبقاش نحسب في الأعمدة ألوغ نجي كنخدم أربعة تاع الحشو وحدة جوج ثلاثة أربعة كندير سلسلة كندير لفتين كنخدم عمود مائل بلفتين على هاد الشكل نطلع بجوج سلاسل نخدم العمود الأول نخرج جوج خيوط الأولين نقرب ليا هاد العقيق نجيب العقيقة الأولى نسد عليها نخدم العمود الثاني نخرج جوج خيوط الأولين نجيب العقيقة نعاود نسد عليها ونكمل خمسة ديال الأعمدة الثالثة الرابعة هاد خمسة باش كنجي كنثبت هنا لاحظو العقيق راه كيجي على الظهر جوج ثلاثة أربعة ألوغ هاك كتجي الخدمة ديالنا بهاد الشكل صراحة كيجي فولار متميز هاد العقيق هدا ديال الجهر راه كاين في الألوان أنا غادي نكمل الفولار ديالي ومن بعد نرجع ليكم إن شاء الله وإلى تقنية جديدة إن شاء الله وأنا غادي نبقى كما وعدتكم غنبقى كل مرة ننزل ليكم تقنيات كاين بزاف ديال التقنيات الصراحة مكرهتش نتقاسمهم معاكم كلهم في فيديو واحد وإنما ما يمكنش لأن خصني ندير بعض التفاصيل لأن شي أخوات كيبقاو يسولوا عليها الغمرة هذا إن شاء الله تعالى غادي ندير ليكم ديال الموزون الكبير ماشي ديال ماشي الموزون ديال الحديد هذاك الموزون العادي الموزون الكبير فرجة ممتعة البنات